صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. بدي رحب بكل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا واشكر الكوتش ثائر حسكور على التمارين الرياضيه الصباحيه، وبذكركم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج، ان كان على الفيسبوك على تويتر او على الانستغرام. متابعين بصبحيتنا، وهلا صار الوقت نرحب انا وياكم بعبد الرحمن زواوي رئيس دائره التقديرات بمطار رفيق الحريري الدولي، اللي صار موجود معنا بالاستوديو حتى يطلعنا على اخر التفاصيل المتعلقه بحال الطقس. صباح الخير. صباح النور، كيف؟ يا هلا. الحمد لله. خبرنا من البدايه كيف رح يكون الويك اند، وخاصه انه نحن هلا السنه يعني حسب ما عم نشوف يعني سنه عن سنه انه الشتويه عم تتاخر. صحيح. شو السبب؟ هلا شو السبب؟ هي سنوات عم تختلف، يعني نحن اذا ما عندنا تحليل ثاني الا نرجع للاحصاءات، الاحصاءات الموجوده من سنه 1930 عندنا احصاءات، بنلاحظ في تنوع بين السنين، يعني في سنوات دائما بتكون كميه الامطار جيده كثير، في سنوات بتكون بارده وناشفه، وفي سنوات بتكون بخيله بالامطار، هذا الشيء عم يتكرر. هلا الشيء الواضح اكثر شيء اللي لاحظناه بال 15 سنه اللي مضوا هن انه الشتوي صار في دكلاش شوي، يعني كانت شتي اكثر بايلول، كانت شتي اكثر بتشرين اول. بالفتره القريبه اللي مضت صار في الشتويه عم تروح لكانون. يعني هلا اذا بنرجع بالاحصاءات السنه الماضيه بنلاحظ انه السنه الماضيه بمثل هالوقت، مع انه السنه الماضيه كانت كثير منيحه، المعدل بمثل هالوقت كان اقل من المعدل العام، يعني كان 120 ملم ببيروت، المعدل العام هو 180. يعني كان بعد السنه الماضيه بمثل هالوقت مش كثير منيحه، مع انه عرفنا نتيجتها بعدين قديش صارت منيحه. هالسنه لحد اليوم تقريبا 130 ملم صرنا ببيروت، تخطينا المعدل تاع السنه الماضيه بس بعدنا اقل من المعدل العام. غريب، تخطينا المعدل السنه الماضيه. السنه الماضيه صحيح ببيروت، يعني دليل كمان انه كانت السنه الماضيه بهالوقت هذا بعد ما بينت مضبوط، يعني هلا ابتداء من الكانون الاول بنلاحظ. بس الفرق هالسنه يعني حسب ما بنلاحظ تقريبا انه هالسنه شوي انشف. نسبة الأمطار كانت كتير ضئيلة. حتى بكمية الرطوبة اللي عم تتسجل بالمحطات، حتى بالغيوم، هالسنة أنشف شوي، يعني توقعاتنا إنه هالسنة تكون أبرد، يعني إذا نزل ثلج حيزبط أكثر، يعني حيزبط ثلج أكثر، حيثبت الثلج أكثر، دليل إنه الثلج هلا نزل امبارح على 1700 متر بالشمال، ومتوقعين ينزل على 1500 بهالويك إند. هلا اكيد مش كميه غزيره بس بيثبت اكثر لانه في بروده بالطقس. نعم. يمكن من هالناحيه يكون هالسنه ايجابيه انه اذا في ثلج وبيثبت لفتره اكثر، هذا الشيء بيساعد كمان يا من ناحيه السياحه يا من ناحيه المياه الجوفيه اللي هي اللي ربيع. يعني كل سنه لها ميزاتها، بس لا شك انه ككميه امطار السنه الماضيه هي التوب، يعني ما بعتقد انه بترجع مثلها بالقريب. السنة مش متوقعين تكون نسبة الأمطار. إن شاء الله نتفاجأ يعني ويكون أحسن. إن شاء الله. بس ما بنعرف، بس مبدئيا يعني حسب المراقبة الجراف تاع الإحصاءات هالسنة المفروض تكون أقل من السنة الماضية. أوكي. شيء أكيد، بس يمكن تكون أحسن من ناحية الثلج. كيف رح يكون الويك إند؟ كان قلت رح يكون طقس بارد؟ طقس بارد، طقس بارد، معدلات الحرارة أقل من المعدل الموسمي، متوقع ماكسيموم على الساحل 17. ومينيموم تقريبا 12 13، يعني هي بارده اجمالا. هلا البرد الحقيقي هو على الجبل وبالبقاع، يعني بالبقاع واحد متوقعين بزحله. لكن على الساحل رح تكون 17 درجة الحرارة الماكسيموم، المينيموم 13 أو 12، بالبقاع من تقريبا بين 2 لحد 15، وبالجبل من 3 4 لحد 15، يعني اجمالا الجبل والبقاع عندهم المينيموم الصباحي مزعج صراحة، وهذا الشيء مزعج كثير، وبدنا نحذر من الجليد لانه احتمال يكون في جليد، خاصه هلا عم يدوب قسم من الثلج اللي نزل على 1600 و700 بيعمل جليد، وحتى ممكن بالليل احد الاثنين اول ما تشتت الدنيا يكون في احتمال جليد على تكون على ال 1200 متر، لانه بتشتت الدنيا على الظهر. صحيح، بتشتت الدنيا بعد الظهر وخلال الليل حسب الارتفاع 1200 وما فوق بيعمل جليد. حتى لو ما نزل ثلج بيعمل جليد، وفي عندنا الضباب، يعني هيدي بدنا ننتبه للضباب والجليد فوق ال 1200 متر. وهذا الشيء خلال الويك اند ابتداء من الاحد بعد الظهر مثل ما قلنا، بس قبل الاحد بعد الظهر اليوم في عندنا احتمال شويه امطار متفرقه على العالي شوي، ممكن تنزل ثلوج خفيفه على 1500 متر. رح تتدنى الحراره؟ لفتره قصيره، رح تتدنى الحراره، اليوم تتدنى عن امبارح. اوكي. امبارح كنا 22، اليوم 19 على الساحل، والمينيموم اليوم حيكون اقل. اوكي. يعني بالويك اند اجمالا درجه الحراره نزلت عن الليفل اللي كنا فيه قبل، وبس الجمعه بعد الظهر والسبت ناشف اجمالا. غيوم مع ضباب، الاحد بعد الظهر في عندنا موجه جديده فيها امطار وفيها ثلوج على 1500 متر مثل ما قلنا. يعني الشتر رح يكون ابتداء من الاحد بعد الظهر. صحيح صحيح، ما عدا اليوم متفرقات اليوم، يعني ما حنشيله على جنب. نعم نعم، وبيستمر لغايه نهار الاثنين او الثلاثاء؟ بيستمر المفروض لتاتا الفجر. أوكي. يعني الاثنين المفروض يكون في امطار ويكون في ثلوج مثل ما قلنا على 1500 متر، لان درجه الحراره نزلت شوي ليفل. هلا السؤال الكبير انه بما انه الوقاعه الحراره 2 الفجر، هل حتثلج بالبقاع؟ هون السؤال، لانه اجمالا نحن معودين صعب شوي، بس لانه الرعم هو 2 و3، اذا في امطار اجمالا حتى لو رعم 2 او 3، هيدي كمان معلومه جديده انه كميه الغيوم او طبقه الغيوم اللي بتكون موجوده بالبقاع ما حتكون كثير سميكه، يعني ما حينزل ثلج اجمالا، بس بيعمل جليد. بيعمل جليد بيعمل غرق. لا يعني
وطبعا اذا في حار بده ينزل يعني ثلج كمان ما راح يضاين ما المفروض ما يضاين بس انه لهول اللحظات بس الصباح الاولى هذه هي هذا السؤال عم نساله نحن يعني منا هينه ينزل هالبقال خاصه لو بالبقاع ارتفاعه 900 متر والتوقع هو ل 1600 صراحه نعم خلينا نشوف على الخرائط هيك التفاصيل المتعلقه بحال الطقس اكثر معك عبد الرحمن زواوي هيدي خريطه الخميس امبارح عم نشوفها بس لحتى افرجيكم شو هو المنخفض الجوي كلام يعطي امطار غزيره امبارح بنلاحظ انه سونتري علينا وقريب كثير منا وهو بشكل كو يعني هيدي مثل ما بيقولوا التلفيك او التكويز بالعربي تكويز مرتب على الحوض التواصل بتجيب رطوبه بتجيب رطوبه منيح وهيدي نحن بنتمنى يجي عندنا منها كثير هالسنه لانه اجمالا لحد هلا ما اجوا بهالشكل هيدا هلا بنشوف الاشكال الجايه نهار الجمعه بنلاحظ انه هيدا بيتغير اذا بالشكل تغير اذا شكل تغير هيدا 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 منخفض جوي كثير بنلاحظ الدواره هيدي هاي الدواره لو كانت على قريبه منا مش قطعت عنا كانت بتعطي امطار اكثر بكثير هيدي هي معناتها انه في خبصه بالاتموسفير فوقنا وهي بتجيب مي من البحر لانه حدنا البحر هلا الخبصه قطعت على الشرق يعني وناشفه زاحت وناشفه مثل هيك نهار السبت بنلاحظ نهار السبت صارت جوا صارت بالعراق بين العراق وسوريا نحن عندنا استقرار بس هو شمالي بنلاحظ الخط جاي من الشمال هو شمالي هذا بورد الطقس منيح بانتظار نهار الاحد يكون في عندنا مثل هالمره مش تكويزي هالمره مثل بقول زونال بنسميها زونال يعني هواء غربي بجيب رطوبه وفي عندنا مثل ما قلنا الهواء كمان الشمالي بنلاحظ المصدر اذا بنلاحظ منين جاي من الشمال نعم من الشمال عندنا رطوبه وعندنا هواء مسقع هواء مسقع بس تاثيره اكثر شيء للاحد هي صوره الاحد بعد الظهر نعم. يعني قبل الظهر ما حطيتكم الصوره لانه ما لها معنى الاحد بعد الظهر هي الشكل بصير هيك بومبي ونهار الاثنين بكوز اكثر واكثر بصير في عندنا امطار اكثر نهار الاثنين نحن بنكون سونتري على المنخفض الجوي بس بشكل واسع ما نعم. سري كثير الخطوط ما سري كثير يعني ما محصوره يعني ما محصوره والهواء ما كثير قوي نعم. هلا مش حتى البحر البحر ما كثير عالي الموج بس شتوية حلو يعني انه ما انا مزاجي ابدا بس بدنا ننتبه على المنطقات الجبليه مثل ما قلنا اكثر شيء طبعا بعد في عندنا صوره نهار الثلاثاء نهار الثلاثاء بنلاحظ رجعت الدورسال هالبومبي بالعكس يعني هذا بنشف الجو وبتدفى شوي صغيره بتصحى وبتصحى صحيح بنلاحظ السطر صار راح لجهه الشرق نعم. بس لما يوصل على جهه الشرق عم يوصل ناشف يعني نحن عم ناخذ كل الامطار هيدي الاجمال الجرافيت بس بشكل عام الامطار بنلاحظ نهار اللي كان نهار الخميس وبعدين نهار الاحد والاثنين الاحد بعده والاثنين بيقابلها درجات الحراره درجه الحراره اجمالا على انخفاض هالويكند بترجع بترتفع ابتداء من نهار الثلاثاء والاربعاء بترتفع مش كثير يعني بترتفع لضمن المعدلات لشهر كانون الاول وبالنص في عندنا الهواء بنلاحظ اوطى من 8 كيلومتر بالساعه يعني ضعيف الهواء اجمالا يعني هيدي خريطه كمان اضافيه بتفرجينا اللون الازرق على لبنان بنلاحظ لبنان شوي هو بالحوض الشرق المتوسط حد قبرص مغطى باللون الازرق هيدي لنهار الاحد بعد الظهر يعني في عندنا كميه امطار متوقعه هلا ما في شيء بخوف لانه اللون هذا مش كثير كونسنتري بس مش مؤكد انه نهار الاحد على الظهر او مساء في عندنا امطار وبتستمر مثل ما قلنا شو مقصدك ما في شيء بخوف شو قصدي اللون هي. اللون منه كتير غامق مثل الالوان اللي في اوروبا يعني كمية الامطار ما حتكون كتير غزيرة ما بنخاف اذا كان في امطار بالعكس لا قصدي حتى ما تطوف الدنيا علينا يعني مش حنطوف يعني لانه كمية الامطار اذا بنلاحظ هلا من جهة الجنوب منيح حطينا الصورة هيدي نهار الاثنين اجمالا الفجر بتروح لجهة الجنوب اكثر يعني المناطق الجنوبية هي حتكون عرضة اكثر للامطار الغزيرة هالمرة نهار الاثنين الفجر نعم المناطق الجنوبيه بالاتجاه هلا نهار كمان خريطه ثانيه كمان ايضاح ثاني تاكيد على اللي قلناه قبل انه المنخفض الجوي عم يزيح لجهه الشمال هيدي السبت وفي صوره اللي بعدها هي لنهار الاحد انا عملت اعاده شوي بالخرائط بس حتى تكون واضحه لانه هيدي شوي الخريطه اوضح هيدي نهار الاحد بنلاحظ الفلوزونال ومفتوح على اجمالا على الشرق المتوسط هذا الشيء بجيب رطوبه ابتداء من مساء الاحد بينما قبل ظهر الاحد حيكون ناشف وبارد البحر نلاحظ الالوان الموجوده فوق اوروبا بريطانيا باللون الاحمر هيدي حوالي 10 امتار موج البحر هيدي عندهم نحن عندنا اللون الازرق الفاتح هو متر ونص ودرجه حراره المي 22 يعني حراره المي اعلى من حراره الجو نعم. يعني الواحد اذا بده يدفى فينزل بالمي احسن له برا ابرد 100% هيدي صوره الساتلايت تاعت امبارح بالليل بنلاحظ الغيوم اللي كانت عم تشتي اكثر شيء لجهه الشمال الكميه كبيره وهذا الشيء تاكد امبارح انه كميه الامطار بترابلس كثير عالي كانت بالوسط مياه وبالجنوب كانت ضعيفه شوي بنتامل انه بشتوى نهار الاحد الجنوب ياخذ حصته ويرجع من الامطار حتى يكون في عندنا توازن بين الشمال والجنوب هاي صوره الرادار اللي بنعطيكم اياها لاول مره هاي صوره الرادار اللبناني عم نعمل انستراسيون على رادار جديد ببيسور هيدي اول صوره له هلا في شويه برويه وفي شويه ايكو عم يظبطوهم الشباب مبروك لا انا بارك فيك ميرسي لك بنلاحظ الغيمه الكبيره اللي شتت اللي عملت الطوفان امبارح هي كانت على جهه الشمال هذا الحي عام بنهار جمعه ما قلنا اتجاه المنخفض الجوي عم يروح لجهه الشرق
في عندنا بعد خريطة درجة الحرارة بعتقد. درجة الحرارة المتوزعة. صحيح، درجة الحرارة في انخفاض، بنلاحظ الانخفاض على 2000 متر على 1000 متر وعلى الساحل بكل، خاصة نهار الجمعة وصباح السبت ارتفاع بسيط اللي هو يلي انخفاض نهار الأحد بعد الظهر اللي بيؤدي لأمطار ومخرج جوي جديد. بعد في خريطة الأخيرة كمان كمية الأمطار الخميس كانت بنلاحظ حوالي 14 ملم ببيروت، بيقابلها نهار الأحد بعد الظهر 3 الصبح تقريبا نفس الكمية بس لفترات طبعا. أطول. لفترات أطول. بعد في الأمطار صحيح مثل ما قلنا بيروت متراكم لغاية اليوم 115 ما حسبنا نشتته من بير 26 نصير 140 أعلى من السنة الماضية مثل الوقت اللي هي 120 بس أقل من المعدل العام اللي هو 182. نعم هيدا هي كمية المتساقطات صحيح مقارنة بالسنة الماضية يعني مقارنة بالسنة الماضية. صحيح. عبد الرحمن حسب ما عرفت منك أنه الهواء عم بيكون شمالي مشان هيك عم نحس بالسقعة. صحيح. هل ممكن لأنه ما في أمطار رح تكفي هيك؟ هلا هو المنخفض حسب اتجاهات المنخفض الجوي، مش هيك فرجيناكم نحن كيف عم تيجي حركه المنخفض الجوي، المنخفض الجوي اللي اجى هلا نهار الخميس دغري تحرك باتجاه الشمال، يعني دغري وراء اجى هو الشمالي، حسب نوع المنخفض الجوي، نهار الاحد بعد الظهر بيكون سابقه شيء شمالي بس بيقلب غربي وبجيب رطوبه، يعني بيدفى شوي بس بجيب امطار و حتى في تقلب صحيح حسب المنخفض الجوي، ما فينا يعني يكون شامل القصه او ستريكت يعني. شكرا لك عبد الرحمن زواوي بوميك اند، يعطيكم الف عافيه، اهلا وسهلا فيك.